نشاطات الستارز بتختلف كثير على السوشيال ميديا باختلاف النجوم، ففي منهم بيكونوا سيريس بالمحتوى اللي بيقدموه سواء الصور أو الأخبار على صفحاتهم، وفي غيرهم يعني بس بيخصصوا صفحاتهم حق الشغل والأخبار الفنية وأبداً ما بيتطرقوا لحياتهم الشخصية أو حتى عائلتهم. بس في نجوم تانين مجرد ما نفتح صفحتهم ونشوف البوست اللي نزلوها بنكتشف إنه عندهم روح حلوة مضحكة وبضحكونا، يعني مثل فيفي عبدو اللي حكينا عنها من كم يوم، وكمان محمد هنيدي وغيرهم غيرهم كتير. وهالشي ما بيختلف عند نجوم الأجانب، فعدد كبير منهم كتير منشوفه بمواقف مضحكة وعنده سايد تاني مختلف تماماً ما كنا نعرف عنه أي شيء، وبين بعدين على صفحاتهم على السوشيال ميديا. كريستيان بيل من ألطف السيلبرتيز الأكتف على الإنستغرام، ودائماً بتنشر فاني بوست مثل هالصورتين اللي نشرتهم قبل حفل الجولدن جلوبز، بتحاول ما تاكل كتير عشان يجي عليها الفستان. ببوست تاني نشرت صورتها عاملة هير ستايل غريب عم بتفكر تعتمده بهالليلة، وما بتخجل تنشر صورة مع زوجها حاطين آي ماسكس، وهالصورة حققت أكثر من مليون لايك. والكل بيحكي عن الروح المرحة اللي بتتمتع فيها ريس ويذرسبون اللي دايماً بتحب تعلق على المواضيع بطريقتها الخاصة، مثل هالبوست اللي بيقول بما معناه شكلي لما أنسى أطفي السشوار. وهالأجواء مش كتير بعيدة عن جوينيث بالترو، وعفويتها واضحة من محاولتها لتأدية بومرانج وتعليقها بأنها ما بتعرف شو معنى هالشي. وكمان درو باريمور بهالفيديو بتكون عم ترقص بالجيم والكل وراها منهار من التمارين. وببوست تاني شفنا خفة دمها لما نشرت هالتعليق عن كيف النساء بتاخد وقت كتير لتحضر حالها قبل ما تطلع من البيت. وأكيد ما في مثل ويل سميث اللي معروف قديه هو كاركتر بضحك، ومؤخراً نشر فيديو هو عم بيخرب مكتب صديقه مارتن لورنس، وحقق هالفيديو أكثر من 4 مليون فيو. واللي بترسم البسمة على وجوه الكل أكيد هي إيمي شومر اللي نشرت هالصورة لميغان ماركل بتقول فيها إنه هاي هي. أنا بصراحة اللي بيتابعوني على السوشيال ميديا يمكن يعرفوا إنه أنا شوية حريصة بالمحتوى اللي أحطه، يعني شوية يعني أختار الأشياء، مش دائما أكون مثل ما يقولوا عفوية في المحتوى اللي بحطه، يعني دائما أحس إنه يمكن برأيي السوشيال ميديا في كثير من الناس ما تبين جوانب من شخصيات، يمكن 1% بيشوفوا والباقي ما يعرفوا. هلا أنا بشوفك على السوشيال ميديا بتحسب حساب يعني مثل شخصيتك بالحياة الطبيعية، هيدي أنت ولا هلا. أنا بالنسبة لإلي على السوشيال ميديا بحب أصور كل شيء بلحظتها، أي شيء هيك مضحك ممكن أنا يضحكني أو يضحك الناس اللي عم يتابعوني. وأنت دانا شو؟ يعني ما بعرف بالضبط كيف، يعني مش حاطة ببالي طريقة معينة، يعني هيك بس بنزل بوست هيك، بس بحس حالي شوي رسمية، يعني أكيد ما بضحك.